والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من حلقات يوسف تي وتي. في حلقه النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نرسم بالفوتوشوب. لو انت اول مره تشوفني فانا يوسف محمد ودي قناتي اللي بتحب الجرافيك. تابع مع الدرس. طيب انا ليه بقى اصلا بعمل اللهم صل على النبي، ليه بعمل الحلقه دي النهارده؟ دي حلقه صغنطوطه كده 3 4 دقائق، عايز اتكلم فيها عن الرسم وعن ايه الاساليب اللي انا بعملها عشان اعمل الرسومات زي اللي انت شفتوها عندي على الانستجرام كده، رسمة جامبل وعيلة جامبل يعني كلهم لسه هتشوفوها ان شاء الله. فعملت يعني ايه حاجة مثال بسيط كده، هو الدايرة اللي قصادكم دي ازاي اقدر الونها ولون عليها بالفرشة عشان تطلع لي كورة مجسمة. قدامكم دلوقتي الدايرتين دول، واحنا دلوقتي لسه ما ظللناش ولا رسمنا ولا عملنا اي حاجه، قدامكم دلوقتي دايرتين بس. الدايرتين دول انت ما تقدرش تقول لي فيهم انهي فيهم دايره وانهي فيهم كوره، الاثنين بالنسبه لك ولا حاجه. طب ايه اصلا اللي بيعرفني ان الحاجه دي كوره او جسم مسطح، يعني كانه زرار مثلا؟ ايه اللي بيعرفني ده؟ اللي بيعرفك ده هو الظل والنور. اللي بيعرفك ده هو الطريقه اللي بيتعامل مع الجسم، يعني الطريقه اللي بيتعامل بيها النور والظل مع الجسم ده. كل جسم في الدنيا ليه تقسيمه وليه كانه ايه، ليه تشريح، ليه شكل كانه مخلوق منه. قدامكم دلوقتي الشكلين اللي كانه ايه، عرض شبكي للجسم ده. شايفين الكوره اللي بقت على الشمال وشايفين الزرار اللي بقى على اليمين. طيب بس انا دوت بس حاطه للشرح، لكن ازاي ابين؟ بص كده، لما احط لك الاول الظلال والنور على الجسم المسطح، شايف بقى عامل ازاي؟ حسيت ان هو بقى ليه كانه ايه، ابعاد من الجنب لكن هو برضه لسه حاجه مسطحه. الكوره بقى اللي على الشمال بانت انها كوره. هي الحاجات اللي بتبين هو ان انت بترسم ازاي الظل والنور بيتفاعل مع الجسم ده. جسم المستدير هيمشي مع زي الكوره دي كده، هيمشي مع يعني الخطوط التشريحيه بتاعت الكوره اللي انت شايفينها دي. الظل هيمشي على حروفها بطريقه مكوره، هيمشي على حروفها بطريقه مستديره، مش هيمشي عليها حاجه كده مسح كده مره واحده لانها مش جسم مسطح. فدلوقتي قدامكم الدرس اللي انا بدات فيه دلوقتي، اللي هو بعمل الكوره الاول باداه الشيب تول عادي، وبعد كده بجيب البراش دي وبجيب لون، انا عملتها باللون البرتقاني، بعد كده هجيب لون برتقاني اغمق شويه. في الموضوع اختيار الالوان ده ممكن نبقى نتكلم عنه لوحده، لكن بجيب درجه اغمق من البرتقاني وبجيب الفرشه دي اللي هتلاقيها تحت في الديسكريبشن ينفع تحملها، وهبتدي ارسم على الحواف بطريقه مستديره عشان احسسك ان دي كوره، زي الرسم التشريحي للكوره اللي انت لسه شايفه دلوقتي ده، كاني هتابع الرسم ده. وهعمل كان النور جاي من ناحيه اليمين، فبالمنطق الظل هيبقى ناحيه الشمال. فانا برسم دلوقتي الظل من على الشمال كويس قوي، ارسمه، وبعدين بعمل كده ايه، خط نور خفيف قوي كده من ناحيه الظل. طب ده ايه؟ ده كانه حاجه بيسموها في التصوير حاجه اسمها الريم لايت، حاجه كده بيبقى نور جاي من على حافه الجسم بس كده عشان يحسسك يعني يوريك شكل الجسم ده، حاجه كانها بتعمل له بوب، حاجه بتعمل له بروز كانه بيطلع بره شويه، بدل ما يبقى بس مجرد ظل على الشمال ونور على اليمين، ده بقى فيه نور تاني كمان بعد الظل، حاجه كده بتدي لمسه شكلها حلو شويه. وناحيه اليمين هعمل بالفرشه كاني برسم دايره دواير كبيره كده، يعني كاني برسم دايره عمال اكبرها بالنور. فجبت اللون البرتقاني الافتح، ولو عايز تعمل درجه افتح اكتر فدرجه افتح اكتر عشان تعمل تفاصيل اكتر في الرسمه بتاعتك. طبعا انا دلوقتي حبيت بس اتكلم عن البروسيس او الطريقه اللي انا بشتغل بيها في موضوع التلوين ده، هتفهموها اكتر بقى مع درس جامبل ودرس داروين وانايس وكل الصور اللي جايه ان شاء الله. كان معاكم يوسف محمد من قناه يوسف تي يو تي، اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، ولو عجبتك ما تنساش تبقى يعني ايه، تخش على اللينكات تحت في الديسكريبشن هتلاقي الانستجرام بتاعي وتويتر، ولو عايز دروس المبتدئين هتلاقي اول لينك في الديسكريبشن. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.